نور مريول تونس. يعيشك. معنا سيد الأستاذ مراد جماعة. مرحبا أستاذ. صباح الخير. مرحبا بكم الكل. يعيشك بارك الله فيك. دونك باش نحكيو على بطولة العالم للألعاب القوى ماستر اللي موجودة واللي تتواصل حتى الغدوة في ملقا الإسبانية. دكتور زيد فهمنا بطولة العالم للألعاب القوى ماستر ما معنى؟ هي بطولة العالم للألعاب القوى ماستر هي الماستر هو العمر أبارتير من 35 سنة. واضح. وفيها كل 35 سنة فما فوق. فما فوق. كيف ياسر؟ نوصلوا حتى ل 100 سنة. وكل كاتيجوري بالخمس سنين. 35 40 40 45 وتهم جميع اختصاصات ألعاب القوى. ونلقاو فيها عدائين وديزاتليت أنسيان شامبيون دي موند. معناها المستوى عالي برشا. هذه تصير كل عامين. في كل مرة الأخرانية صارت في أستراليا وصارت في فرنسا وسنة في ملقا و 2020 باش تصير في تورونتو في كندا. يشاركوا فيها الدول من العالم أجمع. احنا شاركنا مثلنا تونس 11 عداء في برشا اختصاصات. 7 عدائين رجال و4 نساء. وباش نعطيك فكرة اللي بطولة العالم هذه اللي تدور في ملقا شاركوا فيها 8000 عداء. 8000 كبيرة. 8000 عداء من جميع أنحاء العالم. رقم كبير برشا. رقم كبير برشا. وشفنا الأمريكان بإيكيب كبيرة برشا بديزاتليت كبار برشا. الكينيين شفنا من جميع أنحاء العالم. وشاركنا احنا 11 عداء وإن شاء الله علاش في كندا في تورونتو ما يكبرش العدد من العدائين. واحنا انا نحب نشكر راديو ميد اللي هي احاطتنا وفسحتنا المجال باش نحكيو على الحكايه هذيا. سي بور انسيتي باش العباد تولي تجري وتمارس الرياضه وعلاش لا تشارك في بطولات عالميه. علاش لا. قبل ما نكمل معكم الحديث دكتور ومحمد الاسبيعي والاستاذ مراد جماعه معنا بالتليفون سي نجيب بوغتايا كاتب عام الجامعه التونسيه لالعاب القوى. مرحبا سي نجيب. صباح النور. مرحبا بك. صباح النور. مرحبا بك وكافة مستمعين مديومات. بارك الله فيك يا سيدي. دونك بطولة العالم للألعاب القوى ماستر في ملقا الإسبانية. كيفاش تعديت الألعاب البطولة هذه الأكيد اللي هي غدوة توفى وتوصل للأمتار النهائية متاح إن شاء الله؟ هي والله في الحقيقة بالنسبة للبطولة لبطولة العالم بملقا هذه تم الإعداد لها بصفة مسبقة. في الحقيقة احنا كجامعة تونسية لألعاب القوى قمنا بالتنسيق مع الأخيات اللي أبدأوا استعداد للمشاركة في التظاهرة هذه ونسقنا معهم وقعدت معها خدمة تحضيرية على المستوى الإداري على المستوى اللوجستي للمشاركة وتوفير ظروف طيبة. بطبيعة الحال احنا كهيكل وطني في تونس منخرطين بالاتحاد الدولي للماستر نسقنا مع الاتحاد الدولي لضمان المشاركة لمشاركة التونسيين في هذه التظاهرة وكوننا معناتها ما يسمى بمنتخب الماستر في تونس اللي يمشي يشارك ومعناتها وقدم الحق بوجه طيب. معناتها في الحقيقة هذا معناتها احنا من خلال متابعتنا اللي قمنا بها من مع خاصة مع سي محمد الاسباعي اليوم متواجد معاكم وبالحقيقة نحب نشكره بالمناسبة هذه على كل ما قام به من إحاطة الأخيان لكل سافروا معاه ومعناته خدمة طيبة سواء على مستوى المشاركة الرياضية أو على مستوى الاتصالات والتنسيق مع المسؤولين بالهيكل الدولي هذا. كنت نحكي مع دكتور توا معناتها سي نجيب دكتور سباعي على رقم كبير من المشاركين في البطولة العالم للألعاب القوى هذه ماستر. معناتها النمبر نتاع التونسيين نجم يكبر في تورونتو. ينجم يكبر. شوف احنا العدد نتاع المشاركات ما بين الدورة اللي صارت في 2016 والدورة هذه فما زيادة في العدد. احنا زيادة مش كبيرة ياسر لكن فما زيادة في العدد في تورونتو. انا نتصور وكونه العدد هذا مش يتضاعف وهو اكثر من يتضاعف معناتها باش يكون عندنا وفد جد محترم من حيث العدد. علاش هذا احنا التنبؤات هذه والقراءة هذه؟ لانه احنا كجامعة تونسية العب
قاعدين نخدموا على البرنامج هذا. احنا نحبوا معناتها ننميوا ونطوروا القطاع هذا، الفئه العمريه هذه اللي ماستر نحبوا نخدموها ونطوروها ونخليه أكثر عدد من الممارسين. أولا على المستوى الوطني احنا قاعدين نخدمه في خدمة على المستوى الجامعة لتنمية تعاطي الممارسة الرياضية لدى الفئة العمرية الكبيرة هذه اللي تفوت 35 سنة. هي نقصة برشا في تونس، ها ناقصة بعد 30 بعد 40 ما عادش تلقى بيتان في سبور، كان قلة. احنا شنو نحبه تو نحبه وكونه ننميه الممارسة هذه للفئة العمرية بعد 35 و40، لأنه في الحقيقة الفئة العمرية هذه تمثل أكثر تو العدد متاعهم عدد كبير، معناتها من 35 ل90 سنة يمثل عدد كبير. الممارسين شوية يلزم ننميه الممارسة عند الناس هذوما وننشر عندهم ثقافة الممارسة الرياضية خاصة في ألعاب القوى اللي هي ترجع أولا وبالذات على الصحة متاعهم. صحيح. هذا فما الصحة جانب الصحي اللي هو جانب مهم. واللي هو معناتها الرياضة ألعاب القوى باعتبارها رياضة قاعدية. سهلة الممارسة، دونك من جانب الصحي فما فوائد كبيرة ياسر. ثم لما ننمي احنا ونكون العدد متاع الممارسين في رياضة ألعاب القوى عدد كبير في الفئة العمرية هذه بطبيعة الحال مش ينجاب عليه، وكونه فما ناس مش تبرز وناس مش تكون في وضعية معناتها رياضية جيدة إلا مش تخول لهم المشاركة في التظاهرات الدولية. واضح. دونك احنا البرنامجنا الناس هذوما مش نزيدوا معناتها للممارسين هذوما مش نزيدوا نتلهوا بهم باش نعملهم حتى على مستوى التأطير. واضح. لأنه لما مش نوصلوا احنا إن شاء الله في كندا في تورنتو مش تكون عندنا ناس ديجا قاموا بتحضير للمسابقات هذه. مهم برشا. ولي تحضير معناتها عبارة معناتها بوسمتي في منتخب الماستر. فوالا. واضح. نختم معك سي نجيب سؤال معناتها وين فما تظاهرة عالمية صارت في 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 بلاد من البلدان العالمية ديما نتسألوا ما نجموش نشوفوها في تونس؟ يعطيك الصحة بارك الله فيك، احنا نجموش نشوفوا تظاهرة بالحجم هذا اللي كنت كان يحكي لي شي محمد علي و8000 او 8000 هذه تنجم تكون معناتها اكثر من العاب حتى العاب اولمبيه. هذا طموح. احنا تو حاليا شنو باش نعملوا باش نخدموا العمليه هذه ان شاء الله قاعدين ننسقوا مع الافارقه باش نحاولوا ننظموا بطوله افريقيه الماستر. مهم برشا اللي هي مش تكون معناتها الباب اللي مش يتفتح لتنظيم تظاهرات دولية، يعني على مستوى الأفريقي مش ناخذوا الخبرة في التنظيم كيفاش التنظيم مش كل المشاركين اللي هو مش تعدوا بعده أمبالي سوبرير اللي هو بطولة عالمية. هذه بطولة عالمية هي طموح لأنه العدد المشاركين فيها شاركوا فيها معناتها ما يقارب على 160 دولة معناتها وما يقارب على 8000 وإحنا في تونس لو نظموها في تونس يكون العدد متاع المشاركين لربما أكثر من يتجاوز 8000 لأنه تونس موقعها الجغرافي وتواجدها يسمح لها باستقطاب عدد كبير وهام جدا. واضح. من الرياضيين وإن شاء الله نخدم عليها إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. نبدأها بال 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 بالقارة الأفريقية كان نعمل بطولة أفريقية أو بطولة عربية وبعد إن شاء الله في الأولمبياد. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك بارك الله فيك سي نجيب وقتايا كاتب عام الجامعة التونسية للألعاب القوى كنت معنا بالتليفون. أستاذ مراد جماعة قبل ما نمشيو الأخبار العشرة متاع الصباح في كلمة كيفاش كانت الأجواء متاع الأيامات اللي عشتهم في بطولة العالم للألعاب القوى الماستر اللي صارت في ملقا الإسبانية؟ والله الأجواء كانت طيبة جدا نجم نقوله حتى إكسلونت. هو كأول مشاركة لنا شخصيا معناها بيسك كان معنا سي حسين فنية زاد مبدي خيار اللي شارك للمرة الرابعة في بطولة العالم هذه. أما بالنسبة لنحنا كمشاركة أولى كانت فريمون اون تري تري بيل ديكوفيرت، خصوصا كما قال سي محمد علي سباعي قبيلة أنك تتواجد معناها مع عدائين ورياضيين من كافة الفئات العمرية ومن دول معناها برسك 150 ولا 160 دولة مشاركة، تحس روحك معناها في وسط ايفينمون مونديال ايفينمون معناها انترناسيونال. والحاجة الباهية زاد هو الطابع الحميمي سي لا كونفيفياليتي،
خاطر العدائين هذوما الماستر ما عندهمش شكل التنافس نتاع نتاع السينيور نتاع الشامبيون لي شامبيون دو موند. فما كالحميميه ناجيه سورتو للمشاركه وسورتو باش يتعرفوا على بعضهم باش تشوف معناها عدائين من امريكا الجنوبيه من اسيا من الهند من سريلانكا. دكتور صباح الجري جري بالقدا؟ اي جرينا شاركنا احنا شاركنا في سباق 8 كيلومتر نتاع الكروس كونتري نهار الاربعاء وشاركنا في سباق 10 كيلومتر نهار الاحد الصباح اللي فات وتبارك الله معنا زوز مسابقات حلوين برشا. بعد العشرة نتاع الصباح بعد الاخبار نحكيو على لي سيركوي اللي عملتوهم بطبيعه ونعاود نحكيو على الاولمبياد هذا ونحكيو على كل التفاصيل معك دكتور محمد علي سباي والاستاذ مراد الجماعه. توت سويت تلقاو البيانات وبعدها راجعين بعد اخبار العشرة نتاع الصباح ما تبعدوش قدو برونشي على راديو ميدا.